السلام عليكم. الناس اللي كيتسناو في هذا الفيديو يعني ديال الإعلان عن الفائز بالقيمة تاع 300 درهم، وهذه الجائزة غادي نديروها يعني سحب قرعة للناس اللي تسجلوا. الشروط ديال التسجيل اللي قلناهم يعني دابا عندنا اللائحة غادي نكتبوهم وغادي نعلنوا على الفائز. بالنسبة للسحب غادي تلقاوه في لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، اللين كاين لتحت في صندوق الوصف. بغيتكم كلشي تهبطوا لتحت في صندوق الوصف، كاين تما الرابط ديال الصفحة، وبغيتكم كلشي تدوزوا عند الصفحة، صفحة الفيسبوك، تما فين غادي نديروا السحب، وتما فين غادي تلقاو بعض عروض العمل، غتلقاو معلومات اللي غادي تفيدكم. يعني ما كتكونش هنا في القناة تاع يوتيوب، غادي تلقاوها في لاباج، يعني بغيتكم كاملين تتابعوني تما. وبالنسبة للقيمة تاع السحب اللي هو 300 درهم، هذه كبداية. من بعد غادي ندوزو للمسابقة الثانية اللي حتى هي قريبة، هي عبارة عن مبلغ 500 درهم، هذا إذا كملنا 1000 أبوني. حاليا وصلنا 780 أبوني، مبقينا مول باش نكملو 1000، يعني في الأيام القادمة ممكن 3 أيام 4 أيام نكملو هاد 1000 هادي تاع لي زابوني. وغندوزو إن شاء الله حتى هو نختارو الفائز، ولكن ما غاديش يكون السحب، غادي يكونوا الإخوان والمتابعين لأي فيديو نشرناه كيكونوا من السباقين ديال التعليق. يعني اي واحد كومونط على كاع لي فيديو اللي كنلوحو وكيكون هو من الاولين اللي كيعلقوا على الفيديو، هذوك هما اللي غادي يكونوا اللي غادي يكون الفائز. يعني اتمنى غادي نختار، ما غادي لا سحب لا والو، يعني غادي نختار انا الفائز ديريكت مباشره. القيمه تاع المسابقه هي 500 درهم. الشروط تاع المسابقه، اي فيديو اللي حناه كتكون السباق تاع لي كومونتير. وبالنسبه للجائزه الثالثه، يعني الجائزة الأولى هي ديال 300 درهم، الجائزة الثانية 500 درهم إذا كملنا 1000 أبوني، الجائزة الثالثة إذا كملنا 4000 ساعة غادي نديرو جائزة ديال 1000 درهم. وهي كذلك الناس السباقين للتعليقات اللي كيعلقوا على لي فيديو، هما منين غادي نختار الفائز. من بعد راه غادي نديرو مسابقات ديال هواتف ديال حواسيب، يعني راه جاي الخير. أنا ما غاديش ننسى المتابعين ديالي، حيت نتوما السبب ديال النجاح ديال هذه القناه، وانتم اللي كدعمونا وانتم اللي كتشجعونا. المهم بغيتكم كلشي تهبطوا عندي، تدخلوا عندي لاباج فيسبوك باش تشوفوا السحب، تشوفوا شكون الفائز. وغادي نسجل فيديو وغادي نحطو لكم في لاباج ان شاء الله، مع 12 ديالي غتلقاو الفيديو يعني من هنا نص ساعه. تحياتي لكم.